بعد قرار إقفال حضانة غاردريف نهائياً على خلفية انتشار مقاطع فيديو تظهر تعرض عدد من الأطفال والرضع للضرب والتعنيف والإهانة من قبل المشرفة على رعايتهم، تم التحقيق مع صاحبة الحضانة والموظفة في قصر العدل في بعبدة. طالبين من جوا من القضاة الكامشين القضية، أول شيء محاولة جريمة قتل، هاي أول شيء. في فيديوهات عن جد محاولة جريمة قتل، وكلهم من دون استثناء حدا، كل الموظفين جوا، النملة الماشية بالجاردوري مع خبر شو كان عم بيصير، وخصوصي 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 اللي صورت. عم بتصوري ليه؟ منطالب القضاء، احنا عنا كامل الثقة فيه انه يحكم على اساس جريمة قتل، لانه انا بنت الرضيعة بالكارسيت كان ممكن تختنق باي لحظة بهاللقمة اللي عم تجرب تخصبها عليها، عم تخصبها لتاكل هيدي اللقمة، ممكن تنقتل بنت تحت ايدين هيدا المخلوق. وبعد انتهاء التحقيق اصدرت القاضية رانيا يحفوفي مذكرة توقيف بحق صاحبة الحضانة والموظفة بالجرائم التي ادعت فيها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون بمحاولة القتل والإيذاء القصدي المشدد. الأشخاص يلي قاموا بتعنيف الأطفال البريئين مثل ما كلكم صار عندكم علم بهذه القضية، التحقيقات ما زالت مستمرة والتحقيق عم ياخد مجرى بحسب الأصول المرعية الإجراء، ونحن مثل ما قلنا قبل منكرر اليوم ما رح نستكين قبل ما نرجع اعتبار الأهالي وحقوق الأطفال يلي سلبت منهم، بلا ما يكون عندهم أدنى وسيلة للتعبير عن وجعهم تجاه العنف الجسدي والمعنوي واللفظي يلي كانوا عم يتعرضوا له. نحن على ثقة كاملة بالقضاء أنه رح ياخد حق الأهالي ورح يعاقب كل شخص بحسب الجريمة المنسوبة له، إن كان فاعل أو شريك أو متدخل أو محرض بهذا الجرم. تم إصدار اليوم مذكرة توقيف بحق الموقوفتين. والتهمة هي الشروع بالقتل؟ مثل ما يعني خلينا نشوف بالتحقيقات، محاولة القتل والإيذاء القصدي وكل الأسباب الباقية. وأشدد الأهالي على أنهم سيتابعون القضية حتى إنصاف أطفالهم.